أوجه الفجوات اللي موجودة في الجهات المختلفة، سواء من حيث التخصصات، من حيث الأعمار، من حيث يعني كل الخصائص اللي موجودة، هقدر أحط خطة إحلال محكمة. بقى هقول إن أنا خلاص كل 10 هيطلعوا هيدخل مكانهم 2 أو 3 أيا كان الرقم اللي احنا هنتفق عليه، خلاص، بحيث إن يعني مع مرور الوقت الجهاز الحكومي ده اللي احنا عارفين إن هو مثقل بناس كتيرة جدا وعملها زيادة، هتبدأ تدخل وهتبدأ تظبط المؤشر بتاعك اللي احنا بنقوله الواحد لكل 13، واحد لكل مش عارف كام، هتبدأ تظبط ده. بس ده خطة على سنين طويلة، بس المهم إن انت لازم تعمله دلوقتي، ونوعية الناس اللي هتدخل تبقى النوعية اللي انت عايزها، وان الكفاءة هو اللي يبقى المعيار الوحيد اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي انك انت مثلا بتدخل اوائل الخريجين، بتدخل حملة الماجستير والدكتوراه على اعتبار ان ده زي ما كنت بندرس كده، ان هم مؤشر ان هم يعني الافضل. لكن لازم ده يتم برضو تاني بقى في الفترة اللي جاية بمعايير محكمة، بحيث اضمن ان فعلا هو الاكفأ، مش الاعلى شهادة ولا الاعلى مؤهل، قد يكون في بعض الاحيان مش هو. احنا حاطين انا حاطه يا جماعه على الموقع عشان انتوا تحاسبونا، انا قايل كذا، قايل بعد شهر، قايل كذا بعد 3 شهور، قايل كذا بعد يعني عارف ازاي، انا بعد شهر هكون مخلص، انا قايل بشكل واضح لما اعلنت. انك انت بتبسط الهيكل، زي ما الدكتور طارق قال، ان انت عندك دلوقتي لو حد اي حد من حضراتكم ربنا كرم ودخل الحكومه كده وطلع له استماره، ها هتلاقي لك انت بتاع ايه 132 عمود، ها تفصيلي بقى انت مش يعني سيبك، احنا في الاخر احنا بيطلع لنا اعمده، ده اللي بيطلع في الشيت المرتب بتاعنا خلاص. لكن لو دخلت بقى على الاداره بتاع الشؤون الماليه واداره الشطب واداره مش عارف ايه والبتاع ده، تلاقي بقى ايه اعمده ما انزل الله من سلطان خلاص. فانت كل اللي انت بتعمله دلوقتي، وده زي ما الدكتور طارق قال، ومن وجهة نظر هو كان راجل في المحاسبات وعارف ان دي بتعمل مشاكل كتيرة، فيها مشاكل ادارية كتيرة جدا بتتعمل من خلال ده. فلما انت بتبسط الهيكل بتحل مشاكل كتير جدا، بل وبتوفر كتير كمان ممكن على الموازنة. مجرد تبسيط الهيكل يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي كمرحلة اولى وعاجلة، اللي انا بقول عليها شهر، دي تبسيط الهيكل، ان انت في الاخر هيبقى عندك 3 اعمدة بقى، البلد دي كلها 3 اعمدة خلاص، اجر ثابت، اجر متغير، مش عارف حاجات اخرى خلاص. فانت عرفت الخلل والتفاوتات جايه منين بشكل واضح خلاص، دي هتساعد بقى كتير وضوح الرؤيه بعد كده. ده قال التباين بين مثلا الموظف المحاسب في مرتب بتروم غير المحاسب مثلا في المرحله دي، عشان اكون واضح، زي ما بقول لك ده دلوقتي، ده هيبقى هي دي نقطه البدايه اللي انت تحط عليها. طبعا حكايه التفاوت اللي حضرتك بتقول عليه ده حله بشكل كبير هيكون من خلال موضوع الحد الادنى والحد الاقصى، يعني ربط الحد الادنى بالحد الاقصى ونقول 35 ده، فانت بتعمل كده بتقلل على طول الفجوه خلاص. ولما كمان بتحط حد اقصى رقم اللي هو ال 42000 جنيه، انت كمان ضيقت اكتر الفجوة بشكل كبير. لكن الشغل اللي انت بقى لازم تعمله دلوقتي هو الهيكل نفسه بين الحد الادنى والحد الاقصى، ده اللي احنا بنعمله كخطوة اولى، ان انا ببسط الهيكل نمرة 1، ثم بعد كده هتبقى بقى فكرة ربط الاجر بالانتاجية وربط الاجر بالكفاءة وبالاداء، وهنا بقى فكرة الادارة بالنتائج والكلام اللي احنا بنقوله في اطار الخطة. لا هي زي ما بقول لك، يعني شوف يعني كنا دايما انا يعني علشان برضه اكون واضح، الكلام اللي احنا بنعمله ده، انا راجل دايما معروف، يعني احنا بنبني على شغل بعض. انا جيت لقيت شغل محترم جدا معمول في هذه الوزاره، محترم جدا بمنتهى الوضوح خلاص. كل اللي احنا عملنا ان احنا بدانا نراجع، عملنا ورش عمل يعني مكثفه جدا مع مجموعه كبيره من الخبراء اللي فاهمين في الموضوع ده بشكل كويس، قدرنا نوصل لهذه الخطه خلاص. احنا بنقول ايه، ان احنا دايما كنا نقول ليه الحاجات ما بتنفذ، غياب الاراده السياسيه. احنا بندعي او احنا حاسين دلوقتي ان احنا في اراده سياسيه على مستوى رئيس الجمهوريه، اول اجتماع مع الحكومه بعد خطابه بعد التكليف على طول مباشره اكد هنعمل ايه في الاصلاح الاداري. رئيس الوزراء كل يوم والتاني بيقول الاصلاح الاداري هو كذا، احنا عرضنا في مجلس الوزراء وكل السادة الوزراء يعني مداعمين ومؤكدين على بتاع، ففي باي ان قوية جدا من الناس كلها، فاحنا ده هيمكننا ان احنا ان شاء الله هنعمل. طيب اتقال ان مفيش قاعدة بيانات تحدثنا عن العاملين من 3 سنين، ده هيحصل امتى؟ لا احنا قايلين اهو، احنا قلنا خلال 3 شهور يعني في الخطة بتاعتنا. يعني انا بس عايزكم ترجعوا معلش ايه تتعبوا نفسكم شوية، بصوا على البرزنتيشن هتلاقي في الجدول الاخير ده خطة العمل اللي هي التنفيذية كذا، تحديث القاعدة بيانات
3 شهور ومين المسؤول، مين الجهات المسؤوله عنه بشكل واضح. فيما يتعلق بالانتخابات قربت بتاعت بالنسبه لوزاره التنميه الاداريه قواعد البيانات. أيوة. لا احنا بنحدث، احنا طبعا احنا في اجتماعات مكثفه، احنا اجتمعنا مع السيد رئيس اللجنه المستشار ايمن اسماعيل اللي هو رئيس اللجنه العليا للانتخابات، وعندنا اجتماعات مكثفه مع كل الناس، عندنا ورش عمل بتتعمل بشكل مكثف، عندنا فريق عمل حقيقه يعني على اعلى مستوى موجود هنا في وزاره التنميه الاداريه، وطبعا موجود في الامانه الفنيه للجنه بقى العليا للانتخابات، هم من المجموعه اللي موجوده في الامانه الفنيه. احنا دلوقتي بنحدث قواعد بيانات الناخبين، بنشوف ايه المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، بنشوف الفتره اللي جايه خط تحرك ايه، دور كل واحد فينا ايه. لكن باكد لحضرتك ان احنا التنسيق يعني كامل في الاتجاه ده، احنا طبعا دورنا دعم فني قوي، دعم فني قوي، فاحنا موجودين في الامانه الفنيه، وان شاء الله هيعلن بقى عن التفاصيل يعني خلال الفتره اللي جايه، تفاصيل بقى للمواطنين، لو حضرتك بنتكلم على المواطنين ومين يدخل ومين يعمل، ان شاء الله الفتره الجايه هيعلن عنها بشكل واضح.